أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل في هذه العبارة محذور، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم مرتبته بعد مرتبة الربوبية؟ لا، لا يقال هذا، لا يقال مرتبته فوق مرتبة المخلوقين، فلا يقال أن بعد مرتبة الربوبية، لكن يقال حقه صلى الله عليه وسلم بعد حق الله، هذا نعم لا بس، حق الرسول بعد حق الله، حق الوالدين بعد حق الله، فالحقوق مرتبة. نعم، أما المراتب لا، ما يقال بعد الله الرسول. نعم.